وبعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع الاختيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان من السبع الأوائل في الإسلام، أول من هاجر إلى الحبشة هو وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل تستحي منه الملائكة. ظن الناس بأن عثمان أقل قوة من عمر بن الخطاب ومن سبقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فارتدت بعض الدول عن الإسلام وهاجموا بلاد المسلمين، هاجموا فلسطين وهاجموا الإسكندرية. وكان عثمان بن عفان رجل المرحلة، أثبت بأنه هو فعلا رجل المرحلة بحق، فقاد الجيوش وانتصر المسلمون في الإسكندرية وفي فلسطين، وأعاد تلك الجيوش إلى حوزة الإسلام مرة أخرى، بل كانت قبرص، جزيرة قبرص هي القاعدة التي تنطلق منها الجيوش للعدوان على الدولة الإسلامية. فجهز أسطولا إسلاميا وركب المسلمون البحر لأول مرة وانتصروا وسيطروا على جزيرة قبرص. أول أسطول إسلامي